السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقنية جديدة اسمها ستوري ديفيجن، مهمتها انها تحول الصور لفيديو. على سبيل المثال تعال نشوف، فبعد كده مجرد ان انت هتعمل تكست يبدأ ان هو يعمل لك الفيديوهات. اكتب بس انا عايز سمكة، هيعمل لك سمكة بالشكل ده. دي بعض الفيديوهات اللي اتعملت تمام بدقة عالية شديدة جدا. طبعا بيشيلك شخصيات، والشخصيات دي بقى تبدأ تتحرك بحيث ان انت تعمل قصص وافلام. هنا بقى شرح الطريقة اللي بيشتغلوا بيها. دي الورقة العلمية اللي اتعملت، ده الملف الاوبن سورس تقدر ان انت تحمله عندك على الجهاز. فممكن تعمل موقع او تعمل برنامج معتمد على التقنية مفتوحة المصدر ديت. هو بيقول لك ان هو تقريبا معتمد على جوبيتر نوتبوك بنسبة 98%. حاولوا نجربها كده ان شاء الله، وان شاء الله يعني تبقى بداية كويسة. دي صفحتهم على الهاجنج فيس، بحيث لو انت عايز تجرب تمام تكتب التكست ويبدأ بقى يعمل لك الفيديو.